السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهير الكرام، حياكم الله في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رياضة. قبل أن نبتدي في عناوين حلقتنا لهذا اليوم، خلوني أرحب بضيوفي. أخوي عبد الله الشيباني أمين السر السابق في نادي الوكرة، نرحب فيك عبد الله في برنامج رياضة. أهلا وسهلا فيكم أخواني المشاهدين والمستمعين. أيضا أرحب أخوي ولاعب منتخبنا السابق وكيل أعمال حالي أحمد لحدان المهندي أبو لحدان، مساء عليك بالخير. مساك الله بالخير يا أبو عبد الله، عليك وعلى المشاهدين وعلى الأستاذ القدير عبد الله الشيباني، إداري سابق ومحلك في نادي الوكرة. يستاهل. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بأبرز هذه العناوين. النظام الحالي للأندية محل جدل كبير والعموميات دون تطوير. لدعم عبر الصيني ويلاقي الفلسطيني قدا في بروفة ثانية. وترقب كبير للقمة الجماهيرية بين العربي والريان. إذن رئيس ونائب رئيس وجدل كبير وتضارب في الآراء حول الأندية ولا يزال مستمرا، فالأندية لديها ملاحظاتها وأصحاب القرار لديهم مبرراتهم، في حين أيضا لا تزال أنديتنا تعاني من سوء التخطيط والديون وضعف العموميات، مما يثقل كاهلها وكاهل الدولة أيضا في تحمل هذه الأخطاء المتكررة. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم من جديد. على الرغم من مرور فترة ليست بالقصيرة على التعديل الجديد بإدارات الأندية، والخص بالاقتصار على وجود رئيس ونائب للرئيس فقط في إدارة كل ناد، إلا أن حالة الجدل ما زالت مستمرة بشأن هذا القرار، وهي الحالة التي لم تتوقف منذ صدور التعديل. المعارضون للتعديل والاقتصار على رئيس النادي ونائبه يرون أن الدور الإداري في الأندية أصبح غائباً، خاصة في حالة عدم وجود رئيس النادي أو سفره، وكذلك الوضع بالنسبة لنائبه، ما تسبب في ظهور فراغ إداري في بعض الفترات وافتقار للحلول في الكثير من الأوقات. المؤيدون للتعديل يرون أن المشكلة ليست في القرار الجديد، وإنما في طريقة تطبيقه من قبل الأندية وبعض المسؤولين فيها. وبغض النظر عن المؤيد والمعارض لاقتصار مجلس إدارة الأندية على الرئيس ونائبه فقط، تبقى طريقة إدارة الأندية نفسها بمثابة علامة استفهام، خاصة في ظل الديون المتراكمة على مجالس الإدارة المتتالية على مدار السنوات الماضية، والجمعيات العمومية الضعيفة التي تغيب عن حضور اجتماعاتها السنوية، حتى وصل الأمر لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اثنين من أكبر أنديتنا الجماهيرية، إن لم يكونا الأكبر على الإطلاق، وهما العربي والريان، على الرغم من المشاكل التي تعانيها هذه الأندية وغيرها من أنديتنا التي اكتمل نصاب اجتماعاتها العمومية بصعوبة، أو بمعنى أدق بطلوع روح. كان هذا تقريرنا حول الأندية والأوضاع اللي تخص الأندية، خاصة موضوع الرئيس نائب الرئيس، الوضع الحالي الوضع السابق. يعني يمكن قبل كنا نشوف إدارات من 7 أعضاء من 9 أعضاء، اليوم احنا نشوف النظام الجديد فقط رئيس ونائب رئيس، بالإضافة إلى موظفين يتم تعيينهم من قبل النادي يعني بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة. هناك مؤيد لهذا القرار، ولكن أيضا هناك من يعارض هذا القرار. راح نتكلم عن هذه الجزئية، وأكيد أيضا راح نتطرق إلى موضوع الجمعيات العمومية، الحضور القياب بالنسبة للجمعيات العمومية. راح نشوف إيش أبرز الأشياء وأبرز الإيجابيات والسلبيات في هذا الأمر. عبد الله راح أبدأ معك. أول شيء، أنت كعبد الله الشيباني وأمين سر سابق في نادي الوكرة، أنت مع القرار
قرار رئيس نائب الرئيس أو ضد هذا القرار؟ لا أنا ضد القرار هذا، لأن هنا في خيارات القرار تكون فردية، ولكن في النظام القديم خيارات القرار جماعية وأكثر من رأي. ولما أنت تطرح الرأي يعني لازم تطرح يعني. طيب شو اللي أثر يعني شو اللي أثر هذا الأمر لما أنت تقول أن قبل كان فيه خيارات مثلا أن أنت تعرض على أكثر من عضو، أو الآن شنو هو اللي صار وأثر فيه على الأندية؟ احنا شنو الشيء اللي صار في الأندية؟ احنا خلينا نقلب السؤال هذا بعدين أجاوب لك عليه. احنا نقول أنت يوم حطيت القرار هذا كوزارة، أنت وش هدفك من هذا القرار؟ احنا نبي نعرف شو اللي بيخدم الرياضة في هذا القرار. أنا أقول لك قول. في السابق يعني على وجهة النظر اللي تخص مثلا الجهة المسؤولة، نعم، مثلا وزارة الثقافة، قال لك يا أخي في السابق كان هناك رئيس نائب رئيس هم اللي يدورون النادي، أو رئيس وأمين سر، الأعضاء الثانيين ما كانوا وما كان. بقول لك أنا قول. هناك في محاضر الاجتماعات، نعم، لبعض الأندية موجودة، محاضرها وموجودة، تقول لك أن الرئيس أو أمين السر هم اللي يتخذون القرار والباقي الأعضاء يمكن يحضر يمكن ما يحضر. لا شوف، هذا الكلام مردود عليه، هذا الكلام غير صحيح. أنا أتكلم لك، أنا أمين سر، وفي النظام القديم كثير من القرارات الرئيس يبي يتخذ القرار خلينا نقول ومعه مجموعة، لكن إذا عارضت المجموعة الثانية القرار ما يتم إقرار القرار هذا. ف يعني الكل هني نتكلم عن 9 أشخاص يشوفون المصلحة العامة للنادي، ولكن اليوم شخص واحد يعطي القرار وانتهى الموضوع. زين يمكن القرار هذا خاطئ. زين أنا باجيك بالوحدان، لكن لا قول أنا معلش كل شيء بارد عليك. لا كل الاحتمالات أنت الحين جاوب على السؤال اللي أنا سألتك إياه. إيه؟ أنت إيش شفت على الأندية في الوضع الحالي على أساس أن أنت عبد الله الشيباني أو كل من يمثل نفس الرأي اللي هو ضد قرار رئيس ونائب رئيس، أنتوا إيش شفتوا على الأندية من سلبيات على أساس أن أنت تعترض على هذا القرار؟ كان القرار صار فردي، يعني ما حد يقدر يجادل في القرار. هذه أكبر مشكلة في النظام الحالي، هاي أكبر مشكلة لما أنت تتخذ قرار وانتهى الموضوع. الأول لا، إذا أنت اتخذت قرار كرئيس ولا كنائب رئيس، في ناس تعارض هذا القرار وتشوف المصلحة العامة. أنت صحيح كرئيس اليوم تدور المصلحة العامة للنادي، بس لا ربما يكون قرارك، يعني تعرف أنا من اليوم ممكن أقول شيء يعني ممكن يكون صح وممكن يكون خطأ، لكن إذا كنا مجموعة، إذا أنا كنت على خطأ ممكن حد القرارات يوعيني ويرويني وين الصح. هذه اللي انا اتكلم عنه ابو الاحدان. ابو عبد الله، انا يعني يمكن اختلف ويا اخوي عبد الله بجزئيه وحيده اللي هو يمكن يتكلم عن نادي او في الفتره اللي هو عاش فيها، ولكن احنا بعد اشتغلنا في النادي فتره طويله وانت عارف، واغلب الانديه كانت تعمل مثل ما انت تفضلت قلت امين السر، امين ورئيس السر النادي فقط. ورئيس النادي هذا ممكن، بس انا بارد على الكلام هذا. تفضل عبد الله. اليوم الجمعيه العموميه هي تقدر تحاسب رئيس النادي. عليك نور. صح. اليوم الجمعية العمومية تقدر هي تحاسب النادي وتحاسب النادي. وين الجمعيات؟ زين خلينا المشكلة. عندك اليوم لو جينا رئيس النادي. بس ولا أنتوا بس ترى عندكم قلامة وين ما عندي لا قلم ولا عندي شيء. بنعطيك كل شيء. أعطوني قلم خليني أسجل عشان ما أنسى. بس على طاري الجمعية العمومية هذا ما له علاقة بقرار رئيس ونائب. لا لا يعني أنا الجمعية العمومية حتى لو عندك 9 أعضاء. الجمعيات العمومية هاي بعدين بتكلم. حتى لو عندك 9 أعضاء والجمعية ما تكتمل هذا ما له علاقة. بس خلني أنا الحين أرد. خل بس أنا بعطيك بس قلم وهاي عشان تسجل. والله عندك. أمين السر صلاحيات أمين السر انتقلت عند من؟ عند المدير العام النادي اللي هو. على قرار تركي العلي، على قرار كان السابقين عبد الله غانم نشوفهم ومدراء يعني عبد الله حامد قاعدين ياخذون قرارات امانه السر، ما عنده نفس الصلاحيات. يمكن يكون الفرق هذا كان عضو منتخب
هذا بالتعيين. ترى في هيكل، نعم يعني في هيكل موجود، نعم. ونفس الشيء في أمين الصندوق، نعم، وفي هذا، نعم، وفي مدير للنادي وفي أمين الصندوق وفي يعني، ولكن إذا الأندية ما تطبق الهيكل ما توظف، كان وكان رؤساء أجهزة على جميع اللعبات بالمشاركة مع من؟ مع أمين السر. هذا شيء متبع فيه، يعني احنا كنا نعرفه. اليوم رئيس النادي هو يكون مسؤول عن أي قرار يتخذه. شفنا الجمعية العمومية في نادي المرخية شلت رئيس النادي. زين شنو هي إيجابيات هذا القرار من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري يعني الآن يمكن مش ملم، ما دخلت مجلس إدارة وعرفت، ولكن من وجهة نظري أعتقد أن تكون المسؤولية على الرئيس ونائب الرئيس وسرعة القرار مثلا، وسرعة القرار وبعدين يعني مثل ما أنا قلت لك في رؤساء أجهزة، يعني في رؤساء أجهزة فعالة. يعني أنا اليوم بحكم عملي أعرف أن رؤساء أجهزة هم اللي يتخذون قرارات باختيار اللاعبين، باختيار المدربين. هذا يعني نعم، يعني الرئيس، نعم، مو كل حق، نعم، نعم، في 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 أندية يعني فعال بهذا رئيس الجهاز، يعني رئيس الجهاز هو يأخذ صلاحيات. يعني أنت تقول أن هذا النظام مش نظام يعني مثلا سيء أو أضر بالأندية؟ لا بالعكس، أنا أشوفه مناسب. أنا من وجهة نظري يعني هو له حق. أنا الحين برد عليك، اسمعني الحين، أنا إذا أخطيت في شيء أنا ما أزيد في الخطأ. أنت اليوم كوزارة إذا على قولة أخوي أحمد الحين، أن والكلام اللي قلته أنت، أن الأندية يعني تأخذ قرارات من خلال شخص ولا شخصين والمحاضر الاجتماعات يعني ما تتم بالصورة المطلوبة، إذا في أندية تعمل خطأ، هاي اليوم مش مشكلتي أنا، هاي مشكلة الأندية. أنت اليوم الخطأ ركبت خطأ ثاني. إنزين أنت تدري عبد الله أن من ضمن يعني اللوائح اللي موجودة في وزارة الثقافة والرياضة للأندية أن هناك يتم تشكيل لجنة استشارية للنادي، للرئيس، لنائب الرئيس. وين اللجنة هنا؟ روح اسأل الأندية. لا ما اسأل الأندية. تسأل من؟ لا تسأل الأندية. النادي ليش ما يعين اللجنة؟ الأندية اللي تقول عنها أنت اليوم حاط لك رئيس ونائب رئيس. طيب وأنت متكئ أن هذا القرار صحيح يعني. لا أنا أقصد لك هنا اللوم على الرئيس ونائب الرئيس. لا أنا ما له علاقة. أنت لو حطيت خمسة وهم ما يبون يجيبون، لو حطيت خمسة أعضاء وهم ما يبون يجيبون لجنة استشارية بعد ما راح يجيبون. حبيبي انا اقصد انت الان رئيس وعندك نائب رئيس، لو حطيت لجنه استشاريه وانا اليوم اتخذت قرار، اللجنه هذه زين اللجنه الاستشاريه انت تدري ايش كانت؟ لجنه استشاريه، هاي اعضاء مجلس الاداره هم لجنه يعتبرون لجنه استشاريه. زين اوكي، معناته شيء جميل موجود الان في لجنه استشاريه. لا ما في. وين الانديه اللي فيها لجنه استشاريه؟ الانديه ما حطت. اذا بنتكلم بصريح العباره، خليني بتكلم معك بصريح العباره، اليوم تقول لي رئيس ونائب رئيس، احنا نعرف كذا نادي في رؤساء شرفيين ويدير النادي، خلينا نقول نائب الرئيس، ولا خلينا نقول على ما قلت انه وكل رئيس الجهاز يقوم بالمهام والصلاحيات. هذه مش كل الانديه تقدر تعمل هالعمل هذا، واذا انت عملت العمل هذا اليوم نشوف في بعض الانديه متضررين من الكلام هذا. زين والجماهير قايمه، خلينا نتكلم لك على النادي والسبل كلام بعد. زين انا بسالك الحين هذه المعلومه انت خلها معك. الان فيه قرار او فيه توجه عند الوزاره او فيه يعني تعليمات ان يا انديتنا تعالوا شكلوا لجان استشاريه، واللجان هذه يعني راح تولاها الوزارة، يعني قد تكون لهم مكافآت عن طريق وزارة الثقافة والرياضة، ولكن على الأندية أن تعمل على تشكيل هذه اللجان لخدمة النادي عشان ما تجي بعدين. الحين أنا رئيس ونائب رئيس، طبعا كلهم الرئيس نائب رئيس متفقين، تقول لي جيب لجنة استشارية، هل أنا بجيب لجنة استشارية ما تمشي في كلامي، ولا إذا أنا قلت له شيء بتقول لي لا؟ يمكن كلامك صح. لا يا حبيبي، أنت حتى اللجنة هذه دخلت في طور أنها يعني تخضع لقرارات الرئيس ونائبه، ولا الشخص اللي يدير المنظومة. هذا الكلام أنا قلت لك
غير مجدي. أنا أقول لك النظام القديم أفضل من النظام الجديد بكثير، حتى لو على ما سمعت الكلام اللي قالوه أن والله الأندية راضية، أكيد أنا إذا بحط بحصل الأمور قدامي سهلة ولا أحصل من يخالفني الرأي، بقول لا والله أنا بالنظام اللي ما حد يخالفني في الرأي. أنت يعني النظام أنت يعني عبد الله أنت من النظام القديم ما تبون تعصرون الأنظمة الجديدة، لا شوف الأسلوب الجديد للإدارة، تبون كل شيء على النظام القديم. الخطأ خطأ والصح صح. أنت إذا أقنعتني الحين، أنت أقنعني أن هذا القرار، أنا أقنعك بشيء واحد، لا بس خليني أقول لك، أقنعني أن هذا القرار فيه فوائد. أنا وين الفوائد في هذا؟ أنا أقول لك إياها، بعطيها بالحدان. لا أنا أقول لك، هناك في محاضر، أول شيء في محاضر يقول لك أن يعني بعض الأندية، خلنا أقول لك بعض الأندية كانت مجرد محاضرها مجرد الرئيس ونائب الرئيس ولا الرئيس وأمين السر ويتخذون قرارات. لا أنا بزيدك من الشعر بيت، بس بقول لك أنا في الموضوع هاي بزيدك من الشعر بيت، خلني بقول بس بقول لك شيء. من ضمن الإيجابيات اليوم يا أخي في سرعة في اتخاذ القرارات، في عجلة سير العمل قاعدة تتطور. أنا لما أحط لي 9 وكل يوم أطلع القرار وهذا معترض وهذا قايم هذا وبدون اي يعني بدون اي دراسه او اي ليش إيه؟ انت الاول لما يعملون الاجتماعات الشهريه يعني يشوفون كيان النادي ويتخذون القرارات في جميع المشاكل في جميع الالعاب في جميع الامور. فانت لما اليوم ما في محاضر اجتماعات ولا في اجتماعات، لو في خطا ما حد يحاسب الثاني لين نهاية الموسم ولا على قولتك لين انعقاد الجمعية العمومية. أبو عبد الله، من الفوائد في الرئيس أو القانون الجديد، في السابق أنت كرئيس نادي تركت النادي قدمت استقالتك عليك 10 مليون دين صح؟ حلو. باجي أنا بمسك رئيس نادي، من بيتحمل 10 مليون؟ من يتحمل 10 مليون؟ انت تتحمل، انا بكلمك انا في النقطه هذه، بس ما اوضح لك انا الحين بكلمك بارد عليك. انت عليك 10 مليون تاخذها معك، انا جيت رئيس النادي انا ولي شغل بال 10 مليون الحين انا برد عليك. هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، بس خلني انا برد عليك الحين. حبيبي احنا وهذا الكلام قلناه كثير. انت اليوم انا لاني بمالك نادي اللي ادفع من عندي زين، ولا نادي عنده قاعدة جماهيرية من خلالها هي تقوم بدعم النادي. اليوم أنا الدعم يجيني من الوزارة. أنت إذا شخص يعطيك حاجة وما يراقبك فيها وما يشوف أنت وين تتصرف فيها، أكيد أنك أنت بتعبث في المال. هذا 90 هذا نفس الكلام اللي أقول لك، ليش أنت ما تحاسب؟ أنت كجهة رقابية تكون تحاسب. لا ما حد يحاسب حد. أنت حين على كلامك يحط 10 مليون 90 دين. 90% من اجتماعات 90% من الأندية سابقا يعني في النظام القديم ما كان فيها اجتماعات ولا فيها قرار. قلت لك انا الحين بس عشان احنا يعني نقول ان قبل ترى صحيح ان في كم عضو كانوا؟ 9 اعضاء، ولا في اجتماعات ولا شيء، اللي يدير النادي الرئيس وامين السر. لا كلام تشتغل اي كلام، هذا مش صحيح. انت في الوكره، هذا الكلام مش صحيح. انا قلت لك اسمعني الحين، اذا في نادي يخطي انا مش علي نخطي، حتى لو انا كنادي 90% من الانديه، حتى لو انا كنادي وكره اليوم انا خطيت، انت لازم تحاسبني. مش انك انت تجيب لي قرار ولا قانون يخولك انت ولا يخول. طيب بس من الافضل عبد الله، هذه اتمنى انك انت تفيدني فيها، من الافضل احاسب 9 ولا احاسب شخص؟ لا او شخصين؟ لا الشخصين هذول راح يكونون محاسبين من قبل من؟ من قبل 9 فرع، وما يخلونهم يتخذون القرار. زين الحين اللي يبون خلنا في اليوم، إيه؟ الان انت بوجود لجنه استشاريه شيء جيد. ما في لجان استشارية يا الآن في لجنة، الآن في لجنة. وين اللجنة؟ حد من الأندية عنده لجنة؟ الآن الأندية من المفترض أن هي تعمل على إنشاء أو تشكيل لجان استشارية، لأن في قرار من وزارة أنت الثقافة أنت والرياضة، ولهم يعني لهم بدلات ولهم. حبيبي أنت اللي الأوليين ما كانوا يأخذون بدلات ولا يخسرونك ولا حاجة، اليوم أنت بتخسر، وآخر شيء بتشوف ان النظام هذا مش ماشي. طيب انا اعطيك اياها من الحين.
هذا رأيك عبد الله، واحترم رأي الآخر. أنا وأحمد يمكن عنده رأي، وأنا شخصيا التقيت بمجموعة كبيرة من المهتمين يعني بهذا الأمر. صدقني في ناس مع وفي ناس ضد، وخلنا أكون معك صريح أكثر، اللي مع أكثر، اللي مع هذا القرار أكثر. أنا اللي شفته، أنا ما أقول لك أن عندي استفتاء، ولكن اللي أنا تكلمت وياهم قال لك يا أخي الأول كان القرار عند الرئيس وأمين السر، والحين نفس الشيء عند الرئيس ونائب الرئيس. واليوم أحمد يقول لك أن في بعض الأندية في رؤساء جهزة قاعدة تدير على حسب النظام الحالي، الهيكل الحالي، في مدير يا أخي، حط لك مدير، حط لك فيه أنا بس عشان بس نخلص هذا المحور، حط لك مدير، حط لك لجنة استشارية، حط لك رئيس جهاز كفء، حط لك مستشار، حط لك، أنت تقدر. ولكن أنت إذا تبي تتفرد بهذا القرار، هذا شيء حتى قبل واحد يبي يتفرد على نفس النظام التسعة أعضاء وهو يبي يتفرد، ما يقدر يتفرد إلا في الاجتماع. إيه؟ إلا في الاجتماع. إيه؟ أنا بحاسبه في الاجتماع وبلقي قراره في الاجتماع، ألقي قراره. طيب عندنا الجمعية، الجمعية عندنا بس بنشوف الجمعية العمومية لنادي العربي اللي اكتمل نصابها بعد ما كان في أول مرة ما كان في اكتمال للنصاب، ولكن بعدها عقدت الجمعية العمومية في نادي العربي، وكان في نقاش جميل جدا، نقاش ديمقراطي ما بين إدارة النادي برئاسة الشيخ خليل بن حمد بن جبر وأيضا أعضاء الجمعية، وعلى رأسهم كان رمز من رموز نادي العربي وهو السيد عبد الله المال. برنامج رياضة كان موجود في انعقاد الجمعية العمومية وكانت هناك بعض اللقاءات، خلينا نشوف هذه اللقاءات. والله أنا أعتقد اليوم يمكن حضرت شفتوا، يعني إحنا كان البساط أحمدي الحمد لله، يعني كان في تقبل الرأي والرأي الآخر مثل ما شفت، حتى في مع الرئيس نفسه في أمور تحاججنا معه وتناقشنا معه. لكن الحمد لله الانطباع الأخير أنا أعتقد الكل طلع راضي في الجمعية العمومية، حتى يمكن نصاب مكتمل، كنا نتمنى مكتمل عشان ننتخب نائب الرئيس أيضا، فحن نتمنى للمجلس الحالي كل توفيق وطبعا كل الدعم له منا كلنا، يعني مش أنا شخصيا، من الجمعية العمومية، وكلنا بإذن الله نتكاتف في يعني سبيل رفع اسم النادي العربي كما كان. بالعكس الجمعية العمومية الحمد لله اليوم تعتبر من أفضل الجمعيات السابقة اللي مرت علينا، لأن كانت فيها إثارة، فيها وجهات نظر، فيها كلام كثير عن الأمور المالية وعن الأمور الإدارية، ولله الحمد يعني هذا الشيء يثلج صدورنا من الإخوان الجمعية العمومية، وتفاعلهم اليوم هذا التفاعل بالعكس كان إيجابي جدا، وهذا حق من حقوقهم أنهم هم يتعاونون، وهذه الجمعيات حالات الجمعيات بالتفاعل، وبالعكس أعتقد أن هم طلعوا راضيين يعني كل الرضا، ودعمهم للمجلس ولله الحمد هذا يشكرون عليه، يعني بالعكس كل الإخوان يعني أدلوا بتصاريحهم، أدلوا بوجهات نظرهم، ومن حقهم هذا الشيء ولله الحمد، يعني عطناهم إحنا تساؤلات وجاوبنا على أغلب الأسئلة اللي هم طلبوها منا. عبد الله صرحت أن قبل أيام أن عموميات الأندية فضيحة، ليش صرحت التصريح؟ الحين هذا شفت أنت الحين الجمعيات، شفت جمعية نادي العربي، شفت جمعية نادي الرياض، اكتملت جمعية العربي، اكتملت في المرة الثانية، بعدين أنت تعال قول لي كم عدد أعضاء الجمعيات العمومية؟ تدري في هندية يمكن فيها 20 ولا 30؟ لا ولما لا لما لا لا بعد في 16 بعد. زين لما تنعقد الجمعية كم واحد يجيك؟ هاي جمعية عمومية بالله عليك. زين هذه من تلوم فيها أنت عبد الله؟ هذه ما لها مخص فيها الإدارة ولا؟ شلون ما ألوم الإدارة؟ من اللي بيحاسب الثاني؟ يعني إحنا لما نقول إذا صار خطأ بعد الجمعية العمومية حاسب، بعد إذا الجمعية العمومية، الجمعية العمومية ما في اللي حاسبك عبد الله. عجل معلش إذا الجمعية العمومية ما حضرت أنا كرئيس وش ذنبي يعني؟ خلي أنا الحين ما أتكلم عن الرئيس. أنا قلت لك الإدارة شو ذنبها؟ لا لا أنا ما أتكلم عن الرئيس، الرئيس موجود في النادي إن شاء الله، واحد عضو جمعية عمومية ولا اثنين ما عنده مشكلة، 100 ولا 200. بس أنا أقول لك أنت الحين أحيانا لما نتكلم نقول والله إذا في أخطاء ولا شيء المجلس يتحاسب من خلال الجمعية العمومية،
لكن جمعياتنا العمومية مش فعالة بالشكل الصحيح. طيب أنا أقول لك الحين عدم اكتمال النصاب أو عدم حضور العدد الكبير من الجمعيات العمومية، هذا الشيء ما يتحمله إدارة النادي، ما تتحمله إدارة النادي، ما تتحمل إدارة النادي، الجماهير تتحمل الجزء الكبير زائد الأعضاء. يعني أنتوا اليوم كنتكلم جماهير النادي العربي، خلينا نقول كمثال، أنتوا قلبكم ونعرف العرباوية، يعني ما حد يختلف على الثاني في نادي العربي، يعني أنتوا المفروض توقفون مع زين. من يتحمل مسؤولية؟ يعني ليش ما يحضرون؟ يعني ليش الوضع الآن بالطريقة ذي؟ يعني احنا شفنا نادي الخور أبو الأحدان يمكن 16، انت حضرت الجمعية أبو الأحدان 16 شخص حضروا، العربي يمكن حول 40 أعتقد، بعد مش متأكد، السد يمكن نفس الشيء، نادي الوكرة عقدوا جمعية عمومية، كم الحضور كان؟ يمكن 20 20. يعني من يتحمل مسؤولية هذه الأعداد الضئيلة اللي قاعدة تحضر؟ والله شوف، في يعني في ملل من الـ من الـ من الأعضاء. أنا يعني شوف للأسف إن اللي جيت في الشارع العام، ولا خلينا نتكلم في المجالس، فلان وعلان ويتكلمون عن النادي وليش ما سويت وليش ما فعلت والنادي فيه وهذا فيه والرئيس فيه، لكن ما حد فيهم يعني يجرب إنه يدخل كعضو في الجمعية العمومية. وإذا تبي تطرح رأيك لا تطرحه في المجلس ولا تطرحه لفلان وعلان، تعال اطرحه في الجمعية العمومية. هني التوعية شوي غايبة، حتى احنا نتكلم بصريح العبارة، يعني حتى أعضاء الجمعية العمومية ما يعرفون شو الواجبات اللي عليهم والحقوق اللي لهم وكيف يعني يحضروا الجمعية، بإمكانهم أنهم يتخذون قرارات ويلقون قرارات. فيعني شوي أنا أشوف أنهم يعني يمكن مثل ما تفضلت، يمكن أن يحتاجون توعية، يحتاجون أنتم إيش مطلوب منكم. نعم أبو الأحدان كيف؟ هو يمكن إذا على نفس السؤال، هو يمكن عدم رضا عن عمل مجالس الإدارات نفسها. لكن اليوم أنا ما أحضر ليش؟ أنا أحضر وأتكلم ويا إدارة النادي. القانون اليوم قانون الأندية صار فصالح كبير لأعضاء الجمعية العمومية، يعني فعال لهم، يقدرون يحاسبون رئيس النادي، يقدرون يسألونه، يقدرون يشلونه. بس ليش أبو الأحدان اليوم ما يحضرون؟ يعني أنت من وجهة نظرك؟ أنا من وجهة نظري ما في رضا؟ يعني نادي الريان ونادي العربي، أعتقد يمكن نادي العربي عدم رضا عن إدارة النادي، ولكن أنا اليوم أشوف إدارة النادي 9 نقاط في الدوري، يعني بالعكس أحضر وأشجعهم. نادي الريان يمكن لو تطالع تويتر أو السوشيال ميديا عدم اكتمال صفوف المحترفين ومطالبته، أوكي أروح نادي الريان في الجمعية العمومية وطالب الأشياء اللي أنا قاعد أتكلم عنها بتويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب فيها في المجلس. وعبد الله أعتقد من الأشياء اللي في القانون أن اليوم أنا ما يحتاج أني أعقد جمعية عمومية، أنا يا أعضاء جمعية عمومية أقدر أروح النادي وأقعد ويا مجلس إدارة وتناقش وياهم وأتكلم وياهم، الباب مفتوح. بس الحين إذا حد من الجمعية العمومية أبدأ رأي يؤخذ فيه، ولا بس يتم يعني تسجيله كرأي إذا مش في الجمعية العمومية ممكن يتسجل؟ لا أثناء الجمعية، لا إذا في الجمعية العمومية أنت تسجل رأيك قبل يعني فترة من اجتماع الجمعية، وهذا ممكن ينحط في محضر الاجتماع، يعني خاصة إذا واحد مثلا من أعضاء الجمعية العمومية يعني عندهم فكرة معينة واللي بيطرحون طرح معين يحطونه في محضر الاجتماع ويتكلمون فيه. حتى أعضاء الجمعية العمومية يعني اليوم تقدر تسأل رئيس النادي حتى عن نتائج الفريق، تقدر تشيله بسبب منها نتائج الفريق، أمور مالية. احنا شفناها صارت مع نادي المرخية. مرخية أمور مالية، بس أنا قاعد أقول لك حتى كرئيس نادي، يعني اليوم عبد الله رئيس نادي الوكرة، أنا عضو جمعية عمومية، كأعضاء جمعية عمومية نقدر نحاسب عبد الله عن نتائج الفريق. وبعدين أنا يعني في نقطة معينة اليوم، خلينا نقول مثل ما قال أخوي أحمد أنه ممكن في عدم رضا على إدارة النادي. اليوم ترى يعني إدارة النادي مش ملك رئيس النادي. أنت اليوم كعضو في الجمعية العمومية وتمثل النادي، لا تجي أنت
تهاجم الرئيس ولا الناس اللي يشتغلون، انت لازم تحط يدك في يدهم، لان انت تبي اخيرا توصل لنتيجة إيجابية. الكيان انت اليوم تتكلم عن كيان، ما تتكلم عن شخص. وانا حتى رئيس النادي اليوم انا ما اتكلم عنه كشخص، انا اتكلم عنه كعمل. اذا عنده اخطاء اي واتكلم معاه كعمل مش كشخص. طيب ابو الوحدان، تكلمت عن امور ماليه يعني او طريت الامور الماليه، الديون في الانديه يعني، وبعدين مع هذه الديون شنو اسباب هذه الديون وكيف نتخلص منها وش علاجها يعني؟ شوف الديون هذه تراكمت من اخطاء. يعني اليوم نتكلم ان انا كنادي جبت لي لاعبين ثلاثه وجبت لي مدرب وجبت لي مساعدين مع المدرب وجبت لي خلينا نقول لاعبين حتى لو نقول مقيمين ولا محليين. طيب هاي شيء طبيعي، كل نادي يبغي هال. بس اليوم انا اذا اختياراتي ما كانت بالشكل الصحيح وجيت في بدايه الموسم ولا في نص الموسم وتعال شيل اللاعب الفلاني والمدرب الفلاني، فهذه اللي بتشيله انت عنده عقد معاك. زين هذا فلما انت تشيله انت راح تتحمل مصاريف العقد السابق وراح تزيد عليها العقود الجديده، فهاي هني تتراكم الديون. بس انا اوضح ابو عبد الله اخوي عبد الله، وضح لاني بجيك بسؤال ابو الوحدان، لان انت تكلمت عن اللعيبه، تكلم عن اللعيبه المحترفين وذي انا متفق وياه، ولكن اليوم قانون الرغابه الماليه ما يصير انت تشيل لاعب وتجيب لاعب وتسجل مكان ذي اللاعب الا لما تكون عندك مخالصه ماليه مع اللاعب. الديون اللي انت تتكلم عنها انا اذا ما خاب ظني ان هي ديون متراكمه قديمه قبل القانون. اليوم الرغابه الماليه تشيل لاعب ما تجيب بداله الا لما تكون مسكر، انك تجيب مخالصه يعني او تجيب ضمان بنكي يضمن حقوق هذا اللاعب. طيب البعض يحمل يعني معلش احنا ابو الوحدان بنجيك يعني يحمل وكلاء اللاعبين الايجنت يعني انهم هم سبب ايضا من اسباب هذه الديون، بمعنى انهم ما يجيبون لاعب يعطون النادي يلمع هذا اللاعب يقول لك هذا اللاعب جيد واللاعب كذا واللاعب كذا، وبعدين النادي يكتشف انه لاعب يعني مستوى مش لين هناك يضطر انه هو يبدله. واحنا شفناها يمكن نادي الخور غير لاعب، نادي الخريطيات غير لاعبين، ما ادري بعد اذا في انديه بدلت يعني شفناها في سيلية بدل لاعب، سيلية قطر بدل لاعب. طيب يعني هذا شيء واضح من خلال ثلاث جولات انت قاعد تشوف وكلاء اللاعبين تحملون بالوحدان. شوف هم لهم جزء، يعني انا اليوم ممكن اعرض لاعب بس من اللي اختاره؟ من اللي اختار اللاعب؟ الاداره. انا اليوم اعرض لاعب اوكي، عرضت عبد الله مسؤول في نادي الوكرة، عرضت عليه لاعب، يعني على عبد الله بيجي يوقع وياه مباشر؟ اكيد انه عنده ناس، عنده مدرب، عنده اداره بيتابعون اللاعب بيشوفون اللاعب. اليوم كيو اس ال مشكوره حق كل الانديه بالمجان نظام الواي سكاوت، واي سكاوت يعطيك كل شيء عن اللاعب وابديت بشكل يومي. اذا انت تحمل وكيل اللاعب من اي جزئيه تحمله؟ انه هو يلمع اللاعب وهذا اللاعب ممتاز وهذا اللاعب ما فوقه فوق، وعقب لما يجي يلعب مع النادي اللي هو شوف هذا الكلام في السابق ممكن فيديوهات الناس تشوف على فيديوهات او على اشرطه مثلا، اليوم اختلف في الوضع. اليوم قاعد انت تقول يعني تجيب لعيبه وفي برامج في تقنيات مثل ما قلت لك الواي سكاوت، يمكن انت ما تعرف شنو الواي سكاوت. لا والله الواي سكاوت هذا يعطيك ابديت بشكل يومي، طلع لك كل شيء. عبد الله يمكن يعرفه بيفيدك به اكثر، لكن انا اليوم محمل وكيل، لكن وكيل اللاعب بعد اذا بيعرض لاعب وسي في ماله تعبان. بس انت بعد من المفترض ان انت تجيب اللاعب المميز. نعم يعني انت انا كنادي، انا كمسؤول في النادي وثقت والله في الايجنت الفلاني، انت من المفترض انك تجيب اللاعب المميز حق هذا النادي. زين ليش انت كنادي ما تشوفه؟ انت تعرف شو اللي تبغيه كنادي؟ انا اذا تسالني ان الايجنت يتحمل، انا اقول لك الايجنت ما يتحمل. الايجنت جاب لك سلعه
وانت رضيت بهالسلعه دي، انت ليش ترضى فيها يوم ان هذه السلعه مش مناسبه لك؟ انا واثق في الايجنت. لا 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 تثق في الايجنت حبيبي، هذا فقط. عمل انا اثق فيه كشخص ما عليه، بس اليوم انا احتاج شيء. احنا كلنا ندري ان بعض الانديه عندنا في قطر خلاص عنده ايجنت واحد ويتعامل وياه. هذا شيء صاير، هذه الطامه الكبرى. هذه الطامه الكبرى. اليوم انا شنو احتياجاتي؟ انا احتاج اليوم خلينا نقول دفاع، واحتاج نص، واحتاج مهاجم. هروح انا طبعا انت اول اختيار المدرب، لان انت ممكن تجيب لك لاعب والمدرب لما تجيبه بعد اللاعبين ما يقنعون اللاعبين هذول، لكن اللي جبت المدرب وتقعد انت مع المدرب. انا في البعض يقول لي والله المدرب هو يقوم بكل شيء، لا مش المدرب يقوم بكل شيء، اللي مسؤول عن الكيان انت مش المدرب. المدرب اليوم موجود بكره رايح. يعني انت تقول ان الايجنت ما له علاقه؟ الايجنت ما له علاقه بالاحداث يا ابو عبد الله. بس انا بقول لك شيء، الايجنت تتكلم عن الايجنت القطري ولا بشكل عام؟ احنا عندنا في قطر نتكلم عن الايجنت بشكل عام. لا لا راشد ممكن يقصد، انا بعطيك نقطه عن الوكلاء القطريين، كم لاعب محترف في كل الانديه؟ اذا قلنا 4 48 48 كم ايجنت قطري ياب 48؟ يعني من اللي موجودين الحين في الدوحه كم تتوقع كم لاعب؟ ما يطوفون 8 اللي جابوهم. نعم. وكلاء لاعبين قطريين. نعم. والأربعين حتى يعني خلينا نقول انه مثلا لو مثلا الايجنت الخارجي مع الايجنت القطري بعد كلهم 8. نعم انا اتكلم لك عن 8 اللي جابوا ووقعوا عقود رسميه هذا الموسم ما يطوفون على 8 لاعب. وال40 من وين؟ انا اقول لك 8 ومو متاكد ممكن يكون اقل. زين وال40 ال40 منه وكلاء، ممكن يكون وكلاء اجانب ما لهم تعاون مع اي وكيل. لا لا اليوم لما تغير قانون الوكلاء من الوسط من الوكلاء الى الوسطاء اصبح وكيل محلي وكيل اجنبي. الوكيل الاجنبي حق له يجيب لعيبه محترفين، ما يحق له يتعامل مع اللعيبه المواطنين. اللاعب الوسيط المحلي يحق له يتعامل مع الاثنين. فانت انا قاعد اقول لك هل لاعب محترف جابه وكيل قطري واستبعد او طلع اللاعب مو بجيد؟ إيه؟ من 8 من هو؟ إيه؟ من هو؟ لاعب الخور. من هو اللي جايبه؟ لا طلعني مو باني والله جايبه. اللاعب الوسط اللي شلوه الخور؟ إيه؟ والله مو انا جايبه. لا بدون حلف يعني لا مصدق مو جايبه. حتى لو انت جايبه وتم استبداله انا جبت لعيبه يعني. حتى لو جايبه ترى مش خطا احمد. لا لا اقول لك انا مو جايبه. انت قاعد اقول لك على الوكلاء بشكل عام. انتوا تستنسون لما تشوفون ان اللاعب يبي يغير النادي او يعني انا جايب لاعب والنادي يبي يغيره؟ لا والله ما اتمنى. انا حقيقه انا اتكلم في فايدة. لك انا اتكلم لك عن نفسي في فايده لكم. انا اتكلم لك عن نفسي. لا ما حتى لو لا بس فايده انت ممكن تاخذ. لا في هم في اللاعبين الاجانب لا، لكن في اللاعبين المحليين يعني القرار اللي صدر سابقا هاي شوي في الانتقالات شوي هذه يعني. وشو القرار عبد الله؟ القرار انه حطوا قيود لانتقال اللاعبين. بالوحدان انت تقصد 8 لاعبين، انت تتكلم عن المحترفين الاجانب. المحترفين ما الاجانب ما تتكلم عن لا 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 المحليين. المحليين لا لا اوكي المحترفين. بالوحدان كم لاعب السنه جبت حق كم نادي؟ محترف؟ ايه اثنين. نعم. ومحليين؟ لا محليين انت تعرف مثل ما قال لك القانون يلزم تجديد بعقده. والاثنين اللي جبتهم امورهم تمام؟ والله الاثنين لعيبه منتخب اليوم لاعبين مباراه ضد الكويت. لا اللي هو العراقي رابين سولاقا واحمد ياسين. طيب في لاعب قريب بتجيبه صراحه بالاحدان؟ وين يعني في حد انديه؟ خلاص ما اعتقد في شيء الحين. لا في انديه ما كان في بعض الانديه عندها لاعب للحين ما سجله. ما سكر الباب مثل من تاريخ 13 ولا 14 هو اخر يوم انك تطلب البطاقه. سؤال في لاعب جاي لحد الانديه عن طريق احمد الحدان او لا؟ لا الحين لا ما في شيء لحد الان. ما في شيء خلاص اكيد. فانت بعد بامكانك تصير وسيط الحين. طيب منتخبنا الوطني فاز على المنتخب الصيني بهدف دون مقابل، ولكن بأداء
يعني مقنع نوعا ما، وفوز بهدف استطاع منتخبنا أن يعبر مثل ما قلنا المنتخب الصيني في بروفة ودية قوية استعدادا لكاس آسيا. روح عالية ومجموعة شبابية ضمت تشكيلة المنتخب الذي سيواجه منتخب فلسطين أيضا يوم قد. تقرير ونرجع لكم. بهدف وحيد وأداء مقبول أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم مواجهته الودية مع نظيره الصيني قبل أيام قليلة، والتي تأتي في إطار استعدادات الأدعم لبطولة كأس آسيا التي ستقام في يناير المقبل بالإمارات. منتخبنا الوطني حقق المطلوب من المواجهة الصينية التي لم يجد الأدعم صعوبة كبيرة في الفوز بها في ظل سيطرته على مجريات الأمور في أغلب فتراتها، بل وكان بإمكانه تحقيق فوز أكبر من الذي خرج به من اللقاء لولا الفرص التي ضاعت وكانت كفيلة بحصيلة أكبر من الأهداف. في العموم التجربة الصينية كانت مفيدة، وعلى منتخبنا أن يتعلم منها كيفية ترجمة تفوقه الهجومي إلى أهداف وحسم المباراة عندما تلوح له الفرص لفعل ذلك. ولكن تبقى الإشارة في نفس الوقت إلى أن الأدعم يعتمد في أغلبه على لاعبين صاعدين تنقصهم بعض الخبرة، وهي الخبرة التي سيكتسبونها بلا شك من توالي المباريات. ويمكن القول أن منتخبنا لم يختبر على مستوى الدفاع وكذلك على مستوى يوسف حسن حارس المرمى في هذه المباراة، وذلك بسبب أن المنتخب الصيني لم يكن له دور كبير في الهجوم، ومن ثم لم يتعرض الدفاع وحارس المرمى للاختبارات المطلوبة. الأدعم أمامه مواجهة ودية أخرى مع نظيره الفلسطيني ستقام بعد ساعات قليلة وبالتحديد يوم غد الثلاثاء، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني للوصول بالفريق لدرجة أعلى من الانسجام وتثبيت عناصره من اللاعبين في بعض المراكز في ظل إعداده للبطولة القارية الهامة. أكيد هناك الأفضل لمنتخبنا بقيادة الإسباني سانشيز. طبعا هذه المباراة استعدادا لكأس آسيا اللي راح تقام في يناير القادم هناك في أبوظبي. بولحدان فوز بهدف دون مقابل. طبعا هذا أيضا منتخبنا بكرة عنده مباراة مع المنتخب الفلسطيني في وين؟ في استاد خليفة الدولي الساعة 7 مساء. كيف شفت المباراة مع المنتخب الصيني؟ رغم الفوز بعبد الله، ولكن ما عجبني صراحة بمنتخبنا الانتشار الجيد، وكان يلعب بطريقة جدا مميزة، يعني من زمان ما شفنا منتخبنا. عجبك قصدك يعني؟ نعم. مش أنا سمعتك تقول ما عجبني. لا عجبني. قصدك يعني اللي عجبك الانتشار؟ أنا أتمنى إن شاء الله أن سانشيز مدرب منتخبنا يحافظ على هذه التشكيلة إذا كان في بعض العناصر يضمهم، ولكن اللي لعب ضد منتخب الصين فريق جدا عجبني، فريق بإذن الله لو شفناه بهذا المستوى في كأس آسيا بإذن الله يكون له شان. عبد الله منتخبنا الكل متفائل فيه، يعني يقول لك المنتخب يلعب كرة حلوة. والله شوف المنتخب ولله الحمد فيه عناصر تبشر بالخير وعناصر شابة وعندهم طموح، واحنا هذا المرجو طبعا من خلال اللاعبين ان يبرزون نفسهم، طبعا كلهم شباب الحين، وهذا اليوم على ما قال يومهم وعندهم بطوله قويه والمدرب معاهم صار له فتره طويله. نعم، فيعني في لاعبين في المنتخب اليوم هذول يعني تحافظ عليهم لكاس العالم، بس بيحتاج لهم ايضا شغل، لان اليوم الكوره تعرف تنظيم قوه سرعه. شوف لو انت راح حط كاس العالم اللي طافت الفرق اللي تميزت بالتنظيم والقوه والسرعه هي اللي وصلت للادوار. طيب متفائلين بمنتخبنا ان شاء الله؟ انا بعد الله متفائل، لان صراحه اللعيبه اللي موجودين حاليا في التشكيله هم لعيبة أساسيين ومتألقين في أنديتهم. بإذن الله راح يكون منتخبنا حاضر في الإمارات، وراح يكون أيضا أحد المرشحين للصعود من مجموعته وأيضا الوصول إلى أبعد نقطة. نذكر مجموعتنا هي كوريا الشمالية ولبنان والمنتخب السعودي.
تتابعون بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، ترقب كبير للقمة الجماهيرية بين العرب والريان. احنا على الهواء ترى نسمعوا كل كلامك، ترى اي جمهور اللي تتكلم عنه؟ الجمهور العربي الريان؟ لا لا لا، الجماهير اللي تسمعنا لهم كلام وانت لك كلام. حلو. يعني لما احنا نتحدث معاك انت في كلام بيني وبينك، انا عارف انت شو اللي تبي مني اعطيك اياه، بس انا عارف انت شو بتقول لي بعدين. زين انا حخلك من هذه. الجماهير نفس الشيء، اعطيهم اللي هم يبونه. عندنا مباراة العربي والريان راح تكون يوم الجمعة، بس عندنا تقرير عن الجولة القادمة حيث تعود عجلة الدوري للدوران بلقاءات ساخنة أبرزها المواجهة الجماهيرية بين العربي والريان، وستعود الإثارة لملاعبنا بعد فترة توقف قصيرة، فنحن على موعد مع مباريات في غاية الأهمية. التقرير التالي يتحدث عن الجولة الخامسة تحديداً، خلنا نشوفها معاكم. من جديد وبعد فترة توقف قصيرة تعود عجلة دوري نجوم كيو ام بي للدوران مرة أخرى، وذلك بمباريات الجولة الخامسة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمباراتين. المواجهة الافتتاحية للجولة الخامسة ستكون هي مباراة الأسبوع، لما لا وهي ستجمع اثنين من أكبر الأندية القطرية على مستوى الجماهيرية، وهما العربي والريان، في مواجهة ستكون مختلفة هذا الموسم وخارج التوقعات. بالفعل ستكون المواجهة مختلفة هذا الموسم في ظل الحالة الجيدة التي يمر بها الفريقان هذه الفترة، خاصة العربي الذي يمر بانتعاشة حقيقية ويحقق نتائج إيجابية أهلته لاحتلال المركز الرابع برصيد 9 نقاط، ويسعى للمزيد من الانتصارات حتى يتواجد دائما في منطقة الكبار. على الجانب الآخر سيكون الفريق الرياني مطالبا بالفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التواجد بدائرة المنافسة الحقيقية على الدرع، خاصة أنه يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط ولا يفصله عن المتصدرين سوى نقطتين فقط، وكل ما سبق يؤكد أن القمة الجماهيرية ستكون أكثر تميزاً هذا الموسم. وستجمع المواجهة الثانية بالجولة الخامسة الجريحين الشحانية وقطر، وذلك بعدما تلقى كل منهما خسارة في الجولة الماضية، حيث خسر الشحانية بربعية أمام السد، فيما فشل قطر في الحفاظ على تقدمه على تحيل وخسر ب3 أهداف لهدفين، حتى استقر الشحانية وقطر في المركزين 8 و9 ويسعى كلاهما للفوز والتقدم بجدول الترتيب. وفي اليوم الثاني من الجولة الخامسة ستكون هناك موقعة قوية بين الغرافة وأم صلال، سيحاول خلالها كل فريق لتحقيق الانتصار. الغرافة يسعى لمواصلة انطلاقاته وانتصاراته ودخول منطقة الصراع على الدرع، وذلك بعدما وصل للنقطة 7 التي احتل بها المركز 6، فيما يحاول أم صلال مداواة جراحه بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها على يد العربي بخماسية في الجولة الماضية، والتي توقف على إثرها رصيد الفريق عند 4 نقاط احتل بهم المركز 7. وفي اللقاء 4 بالأسبوع يلتقي الأهلي مع الخريطيات في مباراة التعويض، حيث يسعى كلاهما لتعويض خسارته في الجولة الماضية بعدما تلقى الأهلي هزيمة كبيرة على يد الغرافة بربعية أوقفت رصيده عند 3 نقاط احتل بهم الترتيب 10، فيما خسر الخريطيات من الريان وبقي في المركز الأخير بلا رصيد. وتعتبر مباراة السيلية والتحيل والتي ستقام في اليوم 3 من الجولة الخامسة بمثابة مباراة قمة، خاصة أن ترتيب الفريقين يؤكد ذلك، حيث يحتل تحيل الصدارة بالتساوي مع السد برصيد 10 نقاط بفارق 1 نقطة عن منافسه السيلية الذي يحتل الترتيب 3، ويسعى كلا الفريقين
لمواصلة نتائجه الجيدة من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة ومربع الكبار. وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الخور والسد في لقاء محسوم من الناحية النظرية فقط للزعيم السداوي، على اعتبار التفوق الكبير للفريق هذا الموسم مقابل التراجع الواضح لفرسان الخور، حيث يتصدر الزعيم الجدول بالتساوي مع تحيل، فيما يحتل الخور المركز قبل الأخير بنقطة واحدة. وعموما تبقى التوقعات نظري على الورق فقط، وللملعب دائما رأي آخر. كان هذا تقرير الجولة الخامسة اللي راح تكون بإذن الله يوم الجمعة ويوم السبت، فيما راح تؤجل مباريات السد ودحيل في هذا الأسبوع بسبب مشاركة السد ودحيل في دوري أبطال آسيا. إذن المباريات يوم الجمعة ويوم السبت، من هو اللي راح يلتقي الجمعة؟ وين الجمعة؟ يوم الجمعة العربي والريان، طبعا القمة اللي راح أكيد تكون قمة منتظرة، الشحانية وقطر، راح تكون مباراة الساعة 18 في استاد حمد الكبير. السبت الغرافة مع مصلال الساعة 6، استاد ثاني بن جاسم الأهلي مع الأخرطيات الساعة 8 و10، فيما تأجل مباراة السلية ودحيل مثل ما قلنا والخور والسد بسبب مشاركة الدحيل. هذه مباريات مؤجلة بسبب مشاركة الدحيل والسد اللي نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في دوري أبطال آسيا. عبد الله، الريان والعربي هذه القمة اللي الجماهير تنتظرها، كيف تشوفه؟ العربي المركز الرابع 9 نقاط، الريان الخامس عنده 8 نقاط. والله نتمنى طبعا ان الفريقين الحين يبرزون بالشكل الصحيح، خاصه تعرف العربي والريان يعني ديربي هذول، خلينا نقول، والديربي مش في الملعب حتى في المدرجات، والكلام كثير في هذا بين العربي والريان. احنا نتمنى ان المباراه يعني تليق بمستوى الفريقين وان يؤدون مباراه. شو تتوقعها حق من؟ والله شوف الفريقين ترى انا شفتهم في انت شكلك عرباوي في جولتين. لا شوف انا احب اللعب الممتع. ايه انت شكلك عقب الوكره تحب العربي. لا شوف انا احب كل الانديه، انا احب اللعب الممتع، لان انا اليوم اذا ابي اروح اشوف مباراه ولا حتى لو في التلفزيون اشوفها، اذا شفت مباراه ممتعه استانس. أنا أتمتع. أتوقعها أنها تكون مباراة ممتعة. أنا أتوقع شوف هي أقرب للتعادل أو فرق هدف. 2-1. عاد التعادل يعني يقول لك هذه أسوأ. 2-1 أنا أتوقعها. 2-1. حق من؟ ممكن للريان. الريان. ممكن. بلحدان، الريان والعربي قمة منتظرة. شوف بعد الله لو تكلمنا عن الريان والعربي خصوصا المباراة الجاية يعني بتكون مباراة مثيرة. بتغارب المستويات، خلينا نقول الريان مو بذاك المستوى اللي شفناه الموسم الماضي او اللي قبله، الريان في تراجع في المستوى، يفوز بنتائج يعني فرق هدف. اليوم الريان والعربي بيلعبون يمكن ما شفناها من 3-4 سنوات انه يكون فارغ النقاط بينهم، يعني اليوم الريان يفوز تجاوز العربي، العربي يفوز يبعد عن الريان. فانا اعتقد انه راح تكون مباراه مثيره سواء جماهيريا او داخل الملعب، واعتقد ان المستويات يعني النتيجه صعب انك تحكم عليها بظل تقارب مستوى الفريق. عاد الجمهور صراحه ما لكم عذر، يعني جماهير النادي العربي المباراه في ملعبكم وقريبه من فرجانكم ومن بيوتكم، والريان ايضا يعني صراحه ايضا جمهور الريان مفروض انه هو يحضر لهذه المباراه يآزر فريقه، خاصه ان الريان يعني يستمتع يتلذذ باللعب أمام نادي العربي. بلحدان، الخور بما أنك يعني لاعب الخور سابقا، الخور مؤجلة مباراته، ولكن يعني بنقطة واحدة الخور في هذا الموسم ما تشوف أنه أمر يعني مش طبيعي، في شيء في خلل. شوف عبد الله، وأنا أتوقع عبد الله يوافقني الرأي،
يعني انت لو جيت قلت لك من الاهلي، الخور، يمكن قطر، الخرطيات، الشحانيه، فرق متقاربه المستوى. والله مش مجامله في الخور، انا اقول لك الخور بدا يتحسن تدريجيا يعني مستواه. يعني يوم شفنا مباراه الخور والسيليه كان يعني الخور على الاقل كان يطلع المفروض بالتعادل، حتى مدربهم طلع بتصريح بعد المباراه قال يعني ان انا محظوظ اني فزت والخور لا يستحق الخساره. مباراة العربي الأولى يعني كان يعني أنت تقول أحمد أن الخور قاعد يتطور؟ يعني أنا أقول لك الخور خاصة في آخر مباريتين مع الشحانية لولا الحظ وتوفيق المهاجم كان الخور يفوز يعني فارق هدف يعني أقل حاجة. مباراة السيرية ما تخاف كل من الهبوط على الخور؟ لا الخور ما يهبط، الخور بعيد عن الهبوط، الخور بيكون مستوى أفضل من باقي. الحين مو ببعيد؟ لا الحين مو ببعيد، بس أنت توك باقي لك جولات. طيب احنا يمكن في الختام يعني، لكن الوكره عبد الله، شو الوكره؟ متى بيرجع دوري النجوم؟ والله اهل الوكره السنه انت هذه. تروح الوكره اول شيء، تروح النادي تمر على الربع هناك ولا خلاص؟ لا انا شوف انا على اتصال معاهم، والفريق والله الحمد السنه هذه ان شاء الله مشتغلين عليه بصوره طيبه، والنتائج والمعسكر سالت عنه، الفريق ظاهر بصوره جيده. والتعرف انت في السنه اللي نزل فيه الوكره والسنه يعني العام للاسف ان الشغل ما كان بالشكل المطلوب. السنه هذه انا اشوف الشغل يعني ممكن نشوف الوكره في الموسم القادم باذن الله. باذن الله. بس جميل عبيد ممكن جميل عبيد ما يرضى بهالكلام. لا هاي جميل عبيد بتفاهم معانا بعد جميل ترى فريق احنا وصلنا للختام. جميل بعد خلي يطلع لا الفريق. لا خوف فريقه ترى لا بنتفاهم معهم تحت الطاوله. جميل هم كلهم كل واحد يعني عنده يعني هذا استسلام منه يعني الوكره ويا جميل وخايف من جميل من؟ طيب احنا وصلنا للختام. لازم يخاف. وصلنا للختام. بس قبل ما نختم أذكر مباراة الريان والعربي راح تكون الساعة 6 مساء على استاد حامد الكبير في نادي العربي يوم الجمعة. عبد الله الشيباني شكرا لك، من السر السابق في نادي الوكرة. صراحة يعني شخصيا أنا سعيد أنك تكون وأنا كذلك ضيوفي تواجدك وتواجد أخوي أحمد والأحدان يعني عبد الله أخوي وزميلي صديق العمر، يعني شكرا لك والأحدان على حضورك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام، موعدنا معاكم بإذن الله يوم الأثنين القادم نفس التوقيت الساعة 10 مساء. تمام الله.